السلام عليكم اخواتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم هذه الوصفه وهي مركز طماطم. كنتمنى تعجبكم ان شاء الله. غادي نبداو دابا المقادير على بركه الله. هنا عندي مطيشه، بالنسبه عندي هنا 4 كيلو ديال المطيشه. عندي هذا النوع اللي هو النوع اللي رومي، تيكون صغير شويه كما كتشوفوا، وعندي هذه مطيشه اللي عاديه. خصكم دائما تعزلوا، بالنسبه لمركز الطماطم تعزلوا مطيشه تكون حمراء مزيان هانتوما. وعندي هنا جوج فلفلات حمرين هانتوما. هاد الفلفله هادي راها ما كتجيش باينه في الحريره. بالنسبه لهاد المركز الطماطم كنحتاجوه في بزاف ديال الحاجات، في الحريره ان شاء الله، كنحتاجوه في لي باط، كنحتاجوه في القطاني نضيفو معلقه، وما كتجيش باينه هاد الفلفله هادي في الحريره. صدقوني هاد المركز الطماطم هذا كيجي رائع وزوين بزاف. وكنزيدو له حبه وحده ديال البربه او الشمندر اللي تعطيها لون زوين، لا هي ولا الفلفله تعطيوها واحد اللون اللي غامق بحال اللي تنشريوها من الاسواق، مراكز التجاريه الكبرى، كتجي زوينه بزاف. كنزيدو هنا نص كاس ديال الليمون، وكنحتاجو الملحه. بالنسبه لهاد المطيشه هادي غادي دابا غادي نقطعها، غادي نزول لها هذا الراس هذا، وغادي نقطعها. بالنسبه لهادي اللي صغيره، هادي كتكون حمراء وصغيره، غادي نقسمها غير على جوج. بالنسبه هادي اللي كبيره غادي نقسمها على اربعه. ضروري ما نزولوا لها هاد البليصه هادي، وغادي نخليوها بالقشور ديالها، يعني حتى غادي تطيب لنا وعاد غادي نطحنوها ونصفيوها. دابا غادي ندوز باش نقطعها في الطنجره. مطيشة كاملة هنا، غادي ندوز باش نقطع عليها هاد الفلفلة. وغادي نزيد دابا هاد الحبة ديال البربة. هاد الحبة هادي انا عندي هنا خضرة، غادي تطيب مع مطيشة. كتعطيها واحد اللون اللي رائع زوين بزاف. صافي، بالنسبه للحامض والملحه غادي نخليوها حتى التالي. دابا غادي نردوها على البوطه وغادي نخليوها تطيب على عافيه متوسطه باش ما تطلق لنا الماء ديالها. مطيشه مع مطيشه تطلق الماء كما كتعرفوا. غادي نزيد واحد الكاس صغير ديال الماء. صافي، دابا غادي ندوز باش نردها على البوطه. من بعد ما تغلي لنا مطيشه وتقرب تطيب غادي نرجع معاكم. ها هي دابا طابت لنا مطيشه على هذا الشكل هذا، خليتها حتى طابت على خاطرها. دابا غادي ندوز باش نطحنها ونصفيها كما وريتكم. دابا غادي ندوز نطحنها، يا اما غادي تطحنوها بالخلاط الكهربائي، الخلاط الكهربائي، يا اما ديروه هذا الخلاط هذا ولا الخلاط اليدوي اللي متوفر عندكم في الدار. دابا غادي ندوز نخلطها كامله، غادي نطحنها ونرجع معاكم. مطيشة كاملة، دابا غادي ندوز باش نصفيها. هاد العملية هادي راها مهمة باش ديك الزريعة وديك القشور كيبقاو صفاية هانتوما، باش كتبقى مطيشة ديالنا لينة خصكم ضروري ما تصفيوها، باش كتجي بحال هاديك اللي كتباع في المحلات التجارية. شوفوا من التحت كيف كتبقى هانتوما، كتجي رائعه صدقوني. الا جربتوها ما عمركم غادي تشريو مطيشه الطماطم مركزه، دائما غادي تبقاو تصوبوها في الدار، يعني لا اللون لا كلشي، تجي رائعه بحال هذيك اللي شيتها اللي كتشريها من الزنقه. غادي نكمل انا على هذه الطريقه هذه كامل حتى نصفي هذه الكميه كامله ونرجع معاكم. صفيتها، شتو القشور اللي شاطولنا هكا في الصفايه والزريعه كلهم زالوا. شتو كيفاش كتبقى، يعني كيبقى غير الدخلاني ديالها، غير اللب ديالها، وكتجي زوينه بزاف. شوفوا لا المنظر ديالها،
ولا المذاق ديالها تيجي غزال. دابا عاد غادي ندوز باش ندير لها الحامض يعني الليمون، وغادي ندير لها الملحه. بالنسبه للبنات اللي بغاوها تكون عاقده يزيدوا لها جوج معالق ديال النشا. انا ما غاديش نزيد لها جوج معالق ديال النشا. دابا غادي ندوز باش نديرها في الطنجره حيت مازال خاصها تقلى مزيان ديك الماء. مازال خاصها تقلى من الماء مزيان وتبخر من ديك الماء مزيان حتى تبقى يعني كتطلق ديك كتبقبق مزيان، وعاد ديك الساعه نزولوها حتى تشرب لنا ديك الماء. دابا غادي نضيفوا الملحه وغادي نضيفوا هذا الليمون. بالنسبه لهذا الليمون هذه كنعوضوا بها ديك الماده الحافظه يعني كيحافظ لنا على الطماطم ديالنا باش ما تخسرناش بسرعه. دابا غادي نزيد هذا نص كاس ديال الحامض وغادي نردها على البوطه حتى تطبخ لنا مزيان وتشرب كما قلت لكم، وعاد ديك الساعه باش نقدموها. اخواتي هذه هي لاصوص طوماطم بعد ما وجدت. شوفوا الشكل ديالها كي كيجي، كتجي غزاله، وشوفوا الكثافه ديالها كتجي بحال اللي كتباع في المحلات التجاريه. هانتوما من بعد ما خليتها تطبخ على البوطه تغلي مزيان حتى تشربت ديك الماء اللي بقى فيها، واخا كترشلنا شويه البوطه ولكن ماشي مشكل، شي حاجه اللي كنوجدوها في الدار كتجي غزاله. انا ما كتخطانيش من الدار دائما تنوجدها. كنتمنى ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه. شوفوا حتى اللون ديالها كيجي رائع، ما كتجي حتى شي فرق ما بينها وما بين اللي تنشريو من على برا. بالعكس هذه صوبناها على يدينا وغسلناها على يدينا. ها نتوما خرجت لي انا هذيك الكميه، خرجت لي هاد القريعات هادو. بالنسبه لهاد القريعه ها هي نحلها معاكم كما كنشريوها من الزنقه. ها نتوما غير واحد الملاحظه، ملي نجيو باش ناخذو هكا من القرعه دائما المعلقه تكون نقيه، ماشي تكون عندنا مقيوسه بالزيت ولا مقيوسه بالمواد الاخرى اللي نستعملو ونحشيوها هكا في القرعه غادي تفسد لنا مطيشه ديالنا. يعني دائما القرعه تكون المعلقه تكون نقيه. وبالنسبه للاحتفاظ بها غادي نحتفظوا، انا غادي نحتفظ بها غير في الثلاجه كتبقى واحد المده. يعني هاد القراعي ملي جيت ندير فيهم كانوا عندي معقمين بجافيل والمطايب، ملي كتجي دير فيهم كتخليهم في الثلاجه كل ساعه كنجبد منها وكندير هكا في اللي غادي نحتاج فيه، يعني الحريره نحتاج في لي بات في اي حاجه كنحتاجوها كنديروا ديك اللي القدر اللي بغينا. بالنسبه الى بغيتوا تحتفظوا بها في المجمد كتبقى لكم حتى سنه، تقدروا تخليوها في المجمد يعني كتبقى مزيانه كما صوبتوها. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الطريقه هذه. كما كتلاحظوا صراحه الله جات رائعه، واخا ترشلكم البوطه غادي نعاودها لكم مره واحده اخرى. واخا هكاك شي حاجه ديال الدار كتجي غزاله بزاف. كنتمنى تجربوا هذه الطريقه هذه وتعجبكم. الى عجبتكم ما تنسونيش من اللايك ومن البارطاج. شكرا لكم بزاف فضلا وليس امرا، وتنضرب لكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم.